استكمالا للخطوات المتسارعة اللي الحكومة بتقوم بيها في الوقت الحالي من أجل تخفيف حدة آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية علينا، كان طبعا حضراتكم عارفين في توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة الحافز الخاص لأهلنا وإخواتنا المزارعين لتوريد القمح، واليوم تم الإعلان بالفعل عن زيادة الحافز هيصبح 65 جنيه بالنسبة للأردب. عشان يزيد سعر توريد الأردب 165 جنيه عن الموسم اللي فات أو السنة اللي فاتت. حضراتكم عارفين إن في شهر 11 اللي فات تم رفع أو زيادة سعر الأردب 100 جنيه للتوريد، يعني الفلاح سعر الأردب هيزيد بالنسبة له 100 جنيه عن السنة اللي فاتت، فبقى ب 800 و820 وكذا بالنسبة للصنف بتاعه، يعني 22 ونص 23 اللي هي النقاوة يعني أو الجودة بتاعته، فزاد بقى 800، ثم الحافز الإضافي اللي تم الإعلان عنه اليوم وصل إلى 65 جنيه كحافز إضافي للأردب. أكيد في مجموعة حوافز أخرى كانت وزارة الزراعة طبعا بتتكلم عليها زي الأسمدة اللي هياخدها إن شاء الله المزارع اللي هيورد الحصة بتاعته من القمح، أسمدة طبعا مدعومة للموسم الصيفي أو للزراعات الصيفية إن شاء الله. فبالتالي بعد إضافة حافز التوريد الجديد هتبقى أسعار التوريد كالآتي: 865 جنيه للأردب اللي هو 150 كيلو درجة النقاوة 22.5، 875 برضو للأردب بال 150 كيلو لدرجة النظافة 23، 885 للأرداب ال 150 كيلو بدرجة النظافة 23.5. وطبعا في استعدادات على أعلى مستوى دلوقتي في كل الصوامع والشون من أجل استيعاب إن شاء الله ما سيتم توريده قريبا من أهالينا وإخواتنا المزارعين. برحب بالأستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة وإصلاح الأراضي. يا أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. اهلا بك يا عمرو بيه، واهلا بكل مشاهديك الكرام. سعداء بوجود حضرتك معانا يا استاذ احمد، وسعداء الحقيقه بهذه الحوافز وزياده الحافز، يعني ال 65 جنيه. انا مش مزارع بس يعني اعتقد ال 65 على ال 100 اللي قبلهم بتوع نوفمبر، يعني 165 جنيه اجمالا في الارداب، اعتقد ده زياده معتبره يعني ولا ايه؟ خلينا نقول ان الارداب القمح كان العام الماضي 21 كان 720 جنيه. الحكومه في خطوه استباقيه قررت تسعير القمح قبل حتى موسم الزراعه، يعني قبل ما القمح الحالي يتزرع كان في قرار من مجلس الوزراء بزياده سعر الارداب القمح 100 جنيه أصبح 820 جنيه. خلي بالك في وقتها ما كانش لا فيه الحرب ولا فيه أزمة، احنا كنا في شهر 11 يعني قبل أي حاجة نهائي. هي الحكومة يعني كان نوع من تشجيع المزارعين انهم يزرعوا القمح، فزودنا القمح 100 جنيه، يعني الطن بيزيد حوالي 1000 جنيه. تمام. فالوقت الطن بعد الزياده كمان بتاع مجلس الوزراء النهارده الطن بيصل حوالي اجمالي يعني 5570 جنيه تقريبا، في حدود كده يعني. بزياده قد ايه الطن عن السنه اللي فاتت يا فندم؟ احنا دلوقتي لو قلنا 165 يعني نقص من المبلغ ده 165 جنيه، يعني 1000 عفوا 1000 يعني هو كان تقريبا في حدود 1650 جنيه. كان تقريبا في حدود 4 وشوي، يعني تقريبا يعني حوالي اكتر من 1600 جنيه. انا عايز اقول حاجه بس يا عمرو. اتفضل. احنا الدوله المصريه اتخذت خطوات استباقيه من فتره طويله مش من النهارده، عشان ودائما هي بتعمل الحساب للازمات قبل حدوثها، وده هو فن اداره الازمه. الفن اداره الازمه ان انت ما تنتظرش يبقى في ازمه وبعدين تتعامل معاها، ولا عشان كده الحكومه والدوله والقياده السياسيه بقى لها سنين بتقول بلاش نبور الارض الزراعيه، بلاش نبني على الارض الزراعيه، دي الارض اللي بتجيب لنا خير وبتجيب لنا اكل. دلوقتي عرفنا ايه قيمه الارض الزراعيه وقيمه القمح اللي فيها. واشتغلنا على محورين. المحور الاول لما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق المشروع القومي للصوامع
عام 2014 احنا كان عندنا الصوامع بتاعتنا لا تستوعب اكتر من مليون ونص طن قمح. لما في قمه الرئيس في 2014 قرر اطلاق المشروع القومي للصوامع، وقتها حتى الناس قعدت تقول طب وده لازمته ايه وده مش عارف وكلام كده، كان كلام كتير وقتها وانفاق كتير وكلام من ده يعني. النهارده لو ما كناش عملنا ده كنا زماننا في مشكله حقيقيه اليوم، مش عارفين نخزن، مش عارفين هنشتري من نخزن. الفلاحين نوديه فين؟ بالظبط كده. انت دلوقتي اصبح عندك الصوامع بتاخد يعني ممكن تصل القيمه الطاقه الاستيعابيه بتاعتها لغايه 6 مليون طن كمان يعني. فده خلاك في يعني مأمن زادت يعني. تقريبا 600% تقريبا اه يعني. بالظبط، اه بالظبط كده. اه فانت خلاك في مأمن، وكمان في برضه شغالين في ان احنا بنعمل صوامع قريبه من الجامعات الزراعيه اللي هي مكن الشور الترابيه القديمه دي، اللي هتبقى صوامع الكترونيه قريبه وعلى مستوى صغير على احنا مستوى وصلنا معلومة ان كان الفائد في القمح يا استاذ احمد حوالي ايوه. 30% موضوع زمان. الفائد ده مهم جدا، لان كمان الصوامع الجديده على اعلى مستوى واحدث تكنولوجيا بتقلل الفائد والهدر. وقال الفاو من السنة العام الماضي، منظمة الفاو المنظمة الدولية أصدرت تقرير عن فن وكفاءة إدارة مصر لمواردها في موضوع الحبوب بالذات والقمح تحديدا يعني، وقالت إن من أعلى الدول على مستوى العالم في فن ونجاح إدارة منظومة الحبوب وتقليل الفاقد كانت مصر. المحور زي ما قلنا لحضرتك ان في الصوامع، وعندنا حسب ما اعلن السيد وزير التموين عندنا 4 شهور من القمح مخزون استراتيجي جاي لنا ان شاء الله الشهر القادم شهر ابريل القمح المحلي. ف ان شاء الله متوقع ان احنا يعني نستلم اكثر من حوالي 6 مليون طن مع الحوافز الجديده والتيسيرات الجديده اللي الدوله والحوافز اللي بتقدمها الدوله للمزارع. يعني ان شاء الله احنا عندنا حتى نهايه العام طيب الحالي مخزون استراتيجي. ده طب يخلينا كل عظيم. المواطن انا بلاش. جميل. انا عايز اقف مع حضرتك بس نفسر كده شويه نقط فيما سبق من اللي حضرتك تفضلت بيه. احنا اتفضل. هنستقبل ان شاء الله 6 مليون طن من القمح المحلي، صح ان كده؟ شاء الله طيب باذن الله. احنا انا عندي رقم تقريبا اللي هو اجمالي ما سينتج يعني من قمح 10 مليون 10 10 مليون. مليون سؤالي على ال 4 مليون دول. ما هو هقول لحضرتك، في معظم اهالينا الفلاحين بيخزن بيخبز في البيت فبيستخدمه طب ما في يا فندم القمح العيش المدعوم في بتاع عيش التموين. في واحنا عيش بالمناسبه مدعوم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما احنا برضو اهلنا في الارياف، والفرن البلدي اللي موجود في الارياف والتموين، والناس بتشتري من التموين، بتاخد عيش من بالظبط التموين. كده، بالظبط كده يعني. في ممكن يكون في ناس بتحب تاكل العيش البلدي اللي هو بتاع الفلاحين، ما بقى وفي زي زمان يعني. ما عادش زي زمان. انا معاك ان زائد ان انت لا حد كمان بيطحن زي زمان ولا حد بيخبز في ما البيت زي علشان زمان كده يا احنا صاحبي. فعلا حقيقي، ده حقيقي. طيب علشان كده احنا كنا المشروع القومي للصوامع، ما انت برضه هتخزن فين؟ فعشان كده احنا بنتوسع وبننشئ صوامع جديده كمان صغيره بمساحات صغيره، مش حاجات ضخمه، بحيث ان هي يعني تسهل عمليه التوريد وتستوعب كل تمام. الكميه يعني. يعني بالتالي احنا اللي يكفينا اللي هنقدر نشتغل عليه هم 6 مليون. 6 مليون اللي يكفي، طب وده يحقق لك الطمأنينة الى حتى نهاية هذا العام. وعشان كده انا تمام. بقول لحضرتك، بقول للمواطن من خلالك لا تقلق، ومفيش داعي انك انت حتى مش بس القمح، كل السلع متوفرة. كويس. مش هتروح اي سوبر ماركت او اي حقيقي. محل بقالة او اي سوق مش هتلاقي سلعة مفيش مش حاجة موجودة. ناقصة، وهاجي طبعا مع حضرتك على فكرة منافذ وزارة الزراعة، وشايفين أهل رمضان وشايفين السرادقات اللي موجودة، كل حاجة الحمد لله بفضل الله متوفرة يعني. كل أجهزة الدولة بتتكاتف في هاجي الموضوع. مع حضرتك على ده، ولكن برضو عايز أعرف من حضرتك إيه الحوافز الأخرى لأهلنا المزارعين غير طبعا الحافز الإضافي ال 65 جنيه والزيادة اللي حاصلة اللي هي ال 100 جنيه في الأرداب، يعني إيه الحوافز التانية يعني؟ هو خلينا اقول ان الفلاح المصري مواطن يعني وطني من الدرجه الاولى. الفلاح المصري لم يبخل عن بلده في اي ظرف من الظروف وفي كل التحديات يعني. في ازمه كورونا كنا بنقول للناس اقعدوا في بيوتكم عشان خاطر يعني الفيروس ما ينتشرش، ولكن كنا بنقول للفلاح انزل اشتغل عشان صحيح. تنتج الغذاء بتاع المواطن. الفلاح المصري في كل الاحداث
وفي كل السياسية الداخلية والخارجية، في كل التحديات، ودائما المساند واقف بجوار بلد. حقيقي. فهو رجل وطني بالدرجة الأساسية. خلينا بجنب الوطنيه وبجنب حبه البلد ومسندته البلد في هذه الظروف، احنا الدوله قدمت له الحافز اللي هو 165 جنيه زياده في الارداب، بتسهله بقى عمليه التوريد. كان زمان عشان يورد بينقل من الحقل لمكان بعيد عشان يورد، برضه كان بيشيل بيبقى جزء من التكلفه. لا، احنا النهارده هيبقى في تسهيل في الاجراءات التوريد، كمان القبض يعني الثمن نفسه، يعني هو هيورد وعلى طول هياخد. طيب، يبقى القبض الفوري، صح كده، لثمن المحصول اللي هيورده وهو واقف، يعني سهوله التوصيل، التوريد والتوصيل والنقل. معلش يا فندم، تاني، الوزاره اللي هتتحمل تكلفه النقل من الحقل ولا من شون تجميع؟ لا، من الحقل. من الحقل، عشان بس لان كان في ناس بتقول الفلاح هيودي لاقرب نقطه تجميع وبعد كده الحكومه تنقل. لا، هو الوقت في يعني اجراءات بيتم اتخاذها ان احنا نسهل على الفلاح، يعني في موضوع التوريد ده بكل السبل لاقرب نقطه ليه، يعني بأقرب نقطة. يعني الجمعيات التعاونية هتقول لحضرتك أنا الزمام عندي مزروع في الحتة دي، هتبعت لهم لغاية الزمام يعني. بالظبط، ممكن احنا كنا زمان الجمعية الزراعية في القرية، احنا كنا بنقوم موردين لها القمح، عندها مخازن هي بتخزن، وبعدين ايه بيجي بعد كده تورد للشوان. تمام، وما إلى ذلك. النقطة الثانية اللي هي موضوع تسهيل، احنا قلنا تسهيل والثمن، والنقطة الثالثة الأسمدة. احنا الدولة بتدعم الأسمدة وبتتحمل جزء كبير جدا، يعني رغم ان الأسمدة في الأسواق العالمية يعني زادت أضعاف، ولكن الدولة ما زالت بتدعم الأسمدة وتدي السماد للفلاح بالسعر المدعم. الفلاح، والكلام ده اعلن في مجلس الوزراء واعلنه السيد وزير التموين ووزير الزراعه، ان كل ان الفلاح اللي هو بيلتزم بالتوريد برضه بيستفيد بالايه؟ بالدعم بتاع الاسمده. طيب، اللي مش هيورد، اللي يقول له عمرو مثلا زارع فدانين مثلا قمح وقال لحضرتك انا مش هورد، او هورد 10 ارداب مثلا. لا، ما هم مقررين 60% من المحصول، وسايبين 40% للفلاح يتصرف. يعني ده يا فندم ال 60% ده الزاما. لان انت النهارده في كشوف الحصر بتاع المساحه بتاعت الزراعه، ورد ان احمد ابراهيم عنده فدان قمح مثلا، وصرف على اساسهم كام شكاره اسمده. بالظبط، خلينا نتكلم باللغه العاميه بتاعت اهلنا، كام شكاره كيماوي. انت الدولة صرفت لك هذا، دعمت لك الكيماوي المدعم ده في مقابل ان انت زارع قمح، فانت الطبيعي ان انت تورد جزء من هذا المحصول للدولة، وانت برضه بتاخد الثمن، مش اللي هم ال 12 ارداب على الاقل. اللي هم 60%. تمام، عايز تزود يعني خير وبركة، ما فيش مشكلة. تمام. لان الدولة برضو هي مش بتاخده منك يعني ببلاش، يعني تاخده منك بسعر مجزي، يعني سعر القمح في هذه الحالة السعر مربح. طيب، انا عايز اقول لحضرتك بس استفسر على جزئية في مسألة الحكومة بتاخده بسعر كويس، الدولة بتاخده بسعر كويس. فكرة لو عمرو مثلا قال او امتنع او خزن شوية، هل ممكن اجي بعد كده في شهر 7 في شهر 8 ابيع عشان يمكن السعر يعلى، ولا القرار بتاع وزارة التموين بتاع منع تداول الاقمحة يسري عليا؟ منع الاتجار في القمح. شوف، أيوة، احنا في ازمة، وفي وقت الازمات لابد تتخذ قرارات على مستوى هذه الازمة. انك انت تاجر في قوت الشعب ده من اشد الجرائم، فما ينفعش، لازم الكل يبقى ملتزم، ولازم التجار وملتزمين. والدوله النهارده ان محلك متابع في احكام بتصدر على تجار بيحتكروا السلع، وتجار بيرفعوا الاسعار، صحيح، وتجار بيخزنوا. لا، الموضوع ما فيش فيه هزار.